طيب منعم، دفاعك عن الوداد في قضية رادز وإيمانك بالقضية جر عليك انتقادات كبيرة وكثيرة من طرف جماهير نادي الرجاء الرياضي. هذا واقع كنشوفوه في مواقع التواصل الاجتماعي، في بزاف الحوايج يوتيوب الناس كتقول لك منعم مشى مع الوداد، حقه كانت قضية سوسوكو ما تذاكرش عليها. شنو يمكن لك تقول منعم لأنصار نادي الرجاء الرياضي؟ شوف، قبل ما نهضر على سيسوكو ماشي طابو وماشي موضوع منزه ولا مقدس ولا خارج الاسلاك النسيفه والصاعقه والبنفسجيه والورديه والحمراء وما الى ذلك. موضوع عادي جدا. الاختلاف اللي خصو يفهموه سمير وانت صحفي مهني وتدرك هذا، هو انني انا اليت على نفسي بعدا باش نوضح لك علاقتي مع الرجاء. ارتبط بعلاقه صداقه وثقه جدا مع لاعبين الرجاء البيضاوي واقدرهم واعزهم وما يعرفون هذا، مع عديد من المنخرطين والمناصرين ديال فريق الرجاء واللي في واحد الدرجه عاليه من الثقافه والمرجعيه الفكريه والنزاهه وهم يعرفون هذا، والعديد من الانصار اللي متوغلين في داخل الرجاء وكيرتبطوا معي وعلى تواصل دائم وهم يعرفون هذا. الاختلاف اللي كاين هو انك واحد وصلنا لواحد المرحله سمير ديال العالم الافتراضي اللي اصبحت محموله على البهتان والتضليل وايضا على التسويق الكذب. شنو كنقصد بها؟ هو انك الا ان كنت مناصرا لعدوي فانت ضدي بالدرجه الاولى، وهذا غلط. وهذا الجيش يا سمير احتاج منك، انت تحتاج منه واحد المناظره وواحد الوقفه صادقه مع الذات يتبنوها حكماء الاعلام. علاش؟ لان هذا الشيء هذا هو دخيل على المنظومه ديال الاعلام منذ سنه 2018 بالتحديد، من بعد هذا الغزو ديال المجال ديال الفيسبوك وديال التويت وهذا الشيء. نتمنى يكون الميساج ديالي تيوصل لسمير. وي كنسمع. هو انه اصبحوا واحد 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 الفروق ماشي اصبحت تحت رحمته، اصبحت الفروق لها خلايا اعلاميه، وهذا الشيء ما كانش في السابق. خلايا اعلاميه، هذه الخلايا الاعلاميه بحكم الحميميه اللي كتربطها بالنادي ديالها ومن حقها والغيره ديالها على الفرق ديالها من حقها، ماشي كتبعد الاعلاميين عن النادي، فكتحاول انها ماشي تاورينتي، ولكن واحد الاعلامي الا ما كانش يتعطل واحد الظواهر فيسبوكيا وعلى منصه التواجد فهو متواطئ، وهذا غلط. وانا نشرح صحيح انا معك. شوف منعم اسمح لي لقاطعك، انا معك في هذه القضيه 100%. غير سمير نشرح لك علاش باش الرساله ديالي توصل بمنتهى الصدق. انا كنشتغل في واحد المنبر اللي هو ما تنقول لك سير شريه، ولكن راه كتحفظوا الخزانه التاريخ ديالو راه حاضر متقدين وخميس. الملف ديال سيسوكو درت فيه جوج ديال لي باج، هنا الملف ديال سيسوكو درتو ناولته، ولكن كاين فرق. كاين اخوان اللي كيتعرضوا لي في البرامج مثلا عندك او في منصات التواصل وفي الصفحات، وهذا حقهم داخل حق المعلومه وحق الانفتاح وحريه التعبير. مزيان. الاختلاف اللي عندي انا واحد الفتره من بعد واحد الغزو وواحد السينيال ديال لاباج ومن بعد التعاليق اللي كنقراها وتيقراوها زملاء اعلاميين اصدقائي في الخارج، ما يرضينيش يا سمير نحط واحد القصه لا مرتبطه بالوداد ولا مرتبطه بالرجاء ولا مرتبطه بليتيج ولا مرتبطه بنزاع ولا واحد التواطؤ ديال واحد الفريق انه متورط بواحد القضيه، ونحط واحد الشخص للتشهير عبر منصه التواصل. علاش يا سمير؟ لان ملي كتقرا في التعاليق ما كتقراش الناس كتمشي للجوار ديال القضيه وتحللها معاك وتعطيك التشهير بالاشخاص وبالديمان، وهذا شيء ما يمكنليش نقبله، لانني غنكون مسؤول امانه اعلاميه وحتى خلقيه مع الله سبحانه وتعالى على وضع واحد الشخص تحت الطائل ديال القصف بشكل غريب. وهذا الشيء ما كنحملوش الناس المثقفين يا سمير، تنحملوا واحد الناس قاصرين لله سبحانه وتعالى الوعي ديالهم والادراك ديالهم والمستوى الثقافي ديالهم على حده. فيمكنليش نجي انا نحط القضيه ديال سيسوكو فيسبوكيا. القضيه ديال سيسوكو سولني فيها اي سؤال نجاوبك كزميل في منبر محترم ونعطيك الموقف ديالي، ولكن عبر الموقف ديالك منعم، الموقف ديالك شخصيا كاعلامي، شنو الموقف ديالك من القضيه؟ هو انها قضيه فصلت في هيئه قضائيه عليا سويسريه مشهود لها بالنزاهه ومشهود لها بانها تدقق، واكدت بان هذا الملف فيه خلل وان الوداد ارتكب واحد الخطا على مستوى مثلا التزوير ديال التوقيع ديال هذا اللاعب. الوداد لم يقل كلمته النهائيه بعد، بحسب ما تواصلت انا مع مسؤولين داخل الوداد واستنفوا هذا الملف من غيصدر فيه حكم نهائي فغادي ما يرضينيش انا كشخص على ان الوداد بالمرجعيه ديالو التاريخيه يسجل عليه التاريخ انه كان طرف خسر نزاع بهذه الكيفيه هذه وبهذه الطريقه هذه اللي تسيء التاريخ ديالو. شكون مسؤول على التزوير ولا السكان ديال التوقيع ولا هذه اشياء غادي نتعرفوا عليها من بعد صدور الحكم النهائي، واللي خاص الشخص اللي دار يدير النتيجه ديال التهور ديالو بمنتهى الامانه التاريخيه، لانها لا تشرفه بدرجه اولى ولا تشرف الكره المغربيه بدرجه ثانيه ولا تشرف الممارسه. ثالثا، هذا الملف هذا مر عبر واحد القناه اللي هي النتيجه ديال الجامعه، فهذه الجامعه كانت صادقات على الحكم ونصفات الوداد، فكيفاش تم؟ واش الهيئات اللي كتصادر هنا اللي كتصادق هنا على التوقيعات ما عندهاش نفس المؤهلات اللي عندها الخبره القضائيه اللي دارت على برا واللي تثبتت بان التوقيع ماشي صحيح؟ فهذه امور مرتبطه بواحد الشكل اللي هو معقد متشابك. منين يصدر حكم نهائي؟ انا تبعت الملف والكل تقدير الزملاء الاعلاميين، لان كل واحد حر في الحريه ديال التعبير ديالو والتناول ديالو من الزاويه اللي كيشوفها هو، لان دي داخله في الريبورتاجات. راه الاختلاف اللي كاين بيننا وبين سمير وبين الصحافه البريطانيه ماشي لطابلويد ولا الصحافه الفضائيه، وانك دير تقارير وريبورتاجات وكتنبش في هذه المواضيع.
كله من زاويته، ولكن باش كل واحد نتهم واحد كيفاش الشخص بانه كيناقش. رجاوي مشى تيبحث في الملف ديال الوداد او ان هذا وداد يتواطأ وما بحثش في هذا الملف، فهذه امور لا اقبلها. انا باش نكمل لك، ان هذا الملف تناولته في الزاويه ديال المنتخب وهضرت عليه في منبر خارجي وشرحت بانني غير راضي بتاتا ان ثبت بحكم النهائي على ان الوداد تورط في هذا الزوير، فما على الطرف اللي تبته الا ادي الثمن باي شكل من الاشكال. شكون؟ الله اعلم. هذه الامور اللي غيثبتها نادي الوداد من بعد.